السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا الإمام. الحمد لله، اليوم محمد دالي رئيس ومؤسس جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، أتقدم أصالة على نفسي ونيابة عن جميع أعضاء أمور الخارطين بالشكر لجريدة الصحيفة 24 اللي جات بغت توصل الحقيقة وتغطي الحدث. بغيت نوضح فيما يخص المعتقل بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتشهير في مواجهة يوسف المدعى والمدعى عليه يوسف الزروالي الذي هو الآن في حالة اعتقال في سجن تولال. الحمد لله القضاء قال الكلمة ديالو. هما التهم اللي في حقه فهي ثابتة، ورغم بان تمت احاله الملف من وكيل جلاله الملك الى قاضي التحقيق لتعميق البحث، لان هناك عده ضحايا والافعال الجرميه المنسوبه اليه ماشي افعال سهله، يجب التعميق ويجب القضاء يقول كلمة ديالو في هاد السكادة. يوسف الزروالي، باش نوضح الرأي العام باش ما توقعش مغالطات، بصفتنا احنا كرئيس مؤسس وكجمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم منذ 2011، وغندير لكم بالوثائق، جاء هو عندنا في 2017 عن طريق واحد الأستاذ مخضرم، واحد المحامي اللي الحمد لله معروف صديق ديالنا، اللي كان تينوب عليه كدفاع له. قال لي عافاك، راه واحد الجمعيه حركه الشباب الملكي المغاربه عبر العالم عطات الصدى ديالها في فرنسا، تعرفات راه عندكم رئيس ديالها هنا في كازا، بغيت نعرفو. قال لي راه تنعرفو، جا عندي كواحد منخرط عادي، خاد بطاقه انخراط وجليزا التعهد ديالو الجمعيه بان الشعار ديالو هو الله الوطن الملك. من بعد بقات الامور غدا عاديه كاي منخرط كاي منضوي جديد تحت لواء جمعيه حركه الشباب الملكي للمغاربه عبر العالم. الغريب في الامر ملي توصل بالبطاقه وخدنا التعهد ودرنا الاشياء القانونيه طبقا للقانون، العقود والالتزامات الذي هو الرابط بين جمعيه حركه الشباب الملكي والمنخرطين والاعضاء، كيفما كان النوع الشكليه عضويتهم بالحركه. جاء عطيناه، من بعد بدا تيهضر هو، اكتشفنا بان تيهضر باسم جمعيه ديالنا، اسم حركه الشباب الملكي، وبدا تيتغطى تحت الغشاء ديالها في اطار هاد جمع الاموال ديال الاحسان العمومي اللي احنا بعاد عليه، لا تنتبرؤوا بنا جميعا، حتى احنا نتبرع، ولهذا تم الطرد والتشطيب في حقه، وعندنا ما يفيد وغنعطيكم. السيد جاء من بعد اكتشفنا، وتنشكر جميع الفروع ديالي وجميع المنخرطين والاعضاء عبر العالم بالرجوله ديالهم وبالروح المواطنه ديالهم وبالثقه والتعهد، لان اتصلوا بيا قال لي راه تيتصل بنا يوسف الزروالي وتيبدا يحرضنا عليك بهذا المعنى، زعما كاين اجي بعدو منه، راه تيدير تيفعل، اجي نديرو جمعه من ولي هو رئيس وفي اطار يشريهم. وكاين الحمد لله هذه رساله الى الرجال ديال الحركه بانهم تيتبعوا ما تيتشراو كلهم، وبلغكم رضا رئيس المركزيه بهذا المعنى. سيد جعدنا، جاونا شكاوي بان بعض الناس خارج ارض الوطن مغاربه اللي تعرضوا اللي تيقولوا بان تعرضوا النصب والاحتيال من طرف يوسف الزروالي عن طريق جمع الاموال ديال الاحسان، لان تيجمع مع عند المحسنين وتيعطي. قال لك لا، راه خاد مع عندنا وما وصل شي حاجه، ما وصلاش، هادشي تيقولوا هما، ولكن راه دفعوا شكايه، راه كانت موضوع الشكايه حتى كانت موضوع الاعتقال ديالو في هذا الموضوع، هو النصب والاحتيال وخيانه الامانه وانتحال صفة، بان كانت المتابعه حتى من ناحيه الشكايه اللي دفعنا احنا بالتشهير، ويهز لنا تصاورنا ويبدا يشهر بهم ويديرنا في السجن، وتيستغل في التدوينات ديالو عبر الفيسبوك ديالو وعبر اليوتيوب ديالو، تيقول بانه عنده علاقه
مع اسماء وازنه في البلاد بان هي اللي تيقول لها اعتقلي هذه. نهار تم الاعتقال ديالي في اطار الحجر الصحي انا قال خرج فيديو صرح بان هو اللي اعتقلني على السؤال واش هو اللي خرجني، سؤال اخر واش هو اللي هضر مع دوك المسؤولون اللي تيدعي عنده بهم علاقه اللي تيتبرؤوا منه واش هما اللي اعتقلوه؟ هذا السيد هذا عنده تهم ثقيله والقضاء يقول الكلمه ديالو، لان ان شاء الله غادي نوقفوا من قدم وساق بعد تطوله على مسؤولين مؤسسه القضاء بالضربيه بالضربيدة قضاء نزهاء، لان الحمد لله لا النيابه العامه ولا القضاة خصوصا بالضربيدة خصوصا تنقولها بينوا ما هو علو علو الكعب ديال القضاء المغربي لا في القضاء الجالس ولا الواقف، لان انا فاش دار بيا قائد شكايه واهيه شكايه كيديه انتقاما مني، النيابه العامه وضعتني اعطت تعليمات بوضعي تحت الحراسه النظريه، ومن بعدها تم الاعتقال ديالي الايداع ديالي بالسجن عكاشة لمده 24 يوم، ولكن القضاء الجليس قال الكلمه ديالو هذا ما يبي هذا ما يبرر على استقلاليه النيابه العامه الذي كانوا يدعون بان الدالي عنده نفوذ، كنت عندي نفوذ غنتعتقل، تم اعتقالي في اطار قناعه الشك اللي خولها المشرع للقضاء الواقف، والحمد لله هذه بلاد الحق والقانون. كيف ما تنقول راه هو معتقل هذا المدعى يوسف الزروالي والمدعى عليه اللي هو في حاله اعتقال في وتم ايداعه بالسجن تلال بتهم ثقيله بان جمع تبرعات جمع الاموال مع المحسنين خيانه الامانه النصب والاحتيال ورطت العائله ديالو حتى الام ديالو الاخت ديالو حتى هي مورطه في هذا الشيء، لان القضاء هذه بلاد الحق والقانون، لان لا نسمح لاي احد يتجاوز الخطوط الحمراء بتشويه سمعه كيان الشعب المغربي، يشدوا يستغلوا محسنين ناس يستغلوا ناس فقراء استغلال الوضعيه ديالهم بصوت وصوره يبدا يبينوهم ويبداو يسترزقوا فوقهم. هذه رساله عامه، هذه بصفه عامه ان هذه بلاد الحق والقانون، والقضاء يقول الكلمه ديالو، وحنا ان شاء الله متمسكون ومتشبتون، لان هذا السيد كله كانت عنده جمعيه راه متابع بانتحال صفه رئيس الجمعيه، ما عنده لا وصل لا والو، فاقد شيئي لا يعطيه، وكان يتكلم بالاسم ديالنا. وباش ناكد اكثر بان هو عندنا فيديو يؤكد وعندنا ما يفيد وقرائن ثابته في حقه، التحريض على رئيس حركه الشباب الملكي، التحريض للاطاحه برئيس حركه الشباب الملكي اللي حاربوا وتعرضنا ليه احنا شخصيا كمجتمع مدني لهذ الخروقات ديالو، وناض بغى ينتقم منا. والرساله الاخيره بان النضال الحقيقي والنضال الرجولي تغلب على النضال المالي. كاينين الناس اللي تيستغلوا الغشاء ديال بانه وطنيون وتيقولوا عاش الملك عاش هادي وعاش لاغراضهم الشخصيه للنصب والاحتيال للغلط في اطاحه الضحايا بهذه الطريقه هذه. يوسف الزروالي لا جمعيه له ولا صفه له، هو الدليل على ذلك. ها هو راه الاعتقال، فينا هما اعضاء الجمعيه؟ فينا هما المنخرطون؟ فاقد الشيء لا يعطيه. تفضل استاذ. بالنسبه لكم انتم خاصه الاعتقال ديالكم تم التشكيك في النزاهه ديالكم، كيفاش كتردوا الفعل ديالكم؟ كيفاش بحال هكا استاذ؟ لا بالعكس، حنا الا شكك ولا ما شكك هو ماشي مؤسسه ولا مواطن عادي، راه الاعتقال كان تينتحل تيوهم الناس بانه عنده علاقه بمسؤول وازنه في مؤسسات. هذه دوله مؤسستي، هذه دوله المؤسسات، احنا ما تنجبدوش الاسماء، لان اسم اي مسؤول في اي مؤسسه كيفما كانت نوعها او حجمها او قيمتها بان راه تيمشي مسؤول وتيجي مسؤول، الكرسي هو اللي تيبقى بارك. واش ثبت انه في ليله الاولى فاش بغا يتخالط معاكم، واش ثبت انه تم نصب اسم ديال المعدين الجمعيه ديالكم؟ نعم عندنا عده قرائن وعده ضحايا، لان كنا تيتكلم باسم الجمعيه ديالنا هو راه لا علاقه له ولا من بعيد، لان تم الطرد والتشطيب وتم رفع شكايه بتطاوله واساءته لي لمؤسسه القضاء دستوريه، وموراها درنا شكايه اللي هو تم الاعتقال تعتقل عليها رافيا من بين صك الاتهام اللي هو موجه اليه اللي هو في حاله اعتقال هو نصب والاحتيال كيف قلت وخيانه الامانه والتشهير ومعلوماتي للادلاء بمعلومات غالطه
وهز التصويره ديالي بدون الخبر ديالي ودارنا في السجن للإساءة لنا. هذا السيد كانت عنده أهداف، هو الإطاح بحركة الشباب الملكي باش يبين باش يطيح جمعية لماد إن جيرماني وبغى يطلع ماد إن شينوا. عيب وعار، هذه بلاد الحق والقانون. وأكثر من ذلك رسالتي، لا يعقل لا يعقل السيد هذا كان من 2017 تجا عندنا، من 2017 قبل منا ما عمره قال بانني جمعيه، عنده جمعيه، تجا عندنا وبغى يستغل الجمعيه ديالنا لاغراضه الشخصيه بانه رئيس. لا كذوب، فرنسا ما تعطيكش وصل على وصل ايداع ديال الجمعيه بان على دوله اخرى. يدلي لنا بما يفيد، ما عندوش. هذا السيد كان تينتحل الصفه، هذا السيد هذا بهذا المعنى بان تطاول وتجاوز الخطوط الحمراء. ملي تتولي تطاول على مؤسسه القضاء فصافي تبين البرهان، لقد بان البرهان، ولكن تلقى مع الرجال وحنا وقفنا من 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 قدم وساق حتى خدنا وغناخذوا مازال الحق ديالنا منه، بان هادشي اللي عنده ماشي سهل، هادشي كبير، وراه غتسمعوا المفاجاه الجايه الكبيره. لان لا يعقل لا يعقل من 2011 الناس ناضلوا، الناس من مالهم الخاص، الناس ضحاوا بالروح الوطنيه ديالهم وعرضوا سلامتهم من الخطر. يجي واحد حتى 2017 تناضوا فرنسيون وايطاليون واجانب قالوا عاش الملك، عباش ناضوا مغاربه حاليا عاش الملك. انا فين كنتوا في 2011؟ انا تنهضر بالناس اللي تيستغلوا هذا الغشاء ديال الوطنيه لاغراضهم الشخصيه. شنو كتمنى ليه فعلا؟ كتمنى للسجن او تقرا تصبح عليه؟ لا، شوف هذه بلاد الحق والقانون. انا ما نتشفاش كيف دار هو، مشى خرج بمغالطات بانني نعتقد دالي. تعتقلتي دالي انت شكون؟ قول لي صيفتو شكون؟ كيف تدين تدان؟ اللي حفر شي حفره تطيح فيها راه هي هذه. هذاك السيد لا علاقه له، لا علاقه له، اقسم بالله عليه ما عنده حتى شي جمعيه. لو عنده شي جمعيه يدلي لنا بوصل الايداع اللي غندير لكم، وراه غندلي لكم الجريده الموقره ب والتشطيب التعهد اللي داروا في 2017. كيف عقل جا واحد راه كيف قلت راه تيجيونا خرفان وتيبغيو يخرجوا اسبوعه، تيجيونا خرفان وتيبغيو يخرجوا اسبوعه. قال لك هزينا بردي بنادرنا باش يغني نغنينا باش يفهمونا، ثلاث ساعات دبروا على بنادر وبغى يتبعونا هادشي له، ولكن طاحوا على التعابن. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم كبيره اخوتي. باش نعاود ناكد بما يفيد بان هاد المدعى والمدعى عليه اللي هو في حاله اعتقال يوسف الزروالي كان مصوب واحد لاكارت ما فيها لا كاشي بانه رئيس رئيس جمعيه الملكيين المغاربه باوروبا. هاد السيد بغى يستحمر الشعب المغربي وبغى يستحمر حتى المسؤولين. وجيب واحد الوصل، هذا ماشي وصل، دير واحد الطلب اللي تيديروا اي واحد كيما كان نوعه، واخا ما عندوش وراق كاع حتى في فرنسا، يمشي يدير واحد الطلب في فرنسا، تدير واحد الطلب عن طريق السيبر، تدير طلب بان باغي نصوب جمعيه، واش جاوبوا كل ما جاوبوا؟ كيفاش دوله فرنسيه غتدخل في اختصاص الداخليه ديال الفرنسيه غتدخل في اختصاص الداخليه المغربيه؟ كل دوله وعندها الاختصاص ديالها. هذا بغى يستحمر الشعب المغربي وفقد الشيء كما قلت لا يعطيه. يدلي لنا بوصل ايداع، وصل ايداع مسلم من طرف وزاره الداخليه بصفته وزاره وصيه المغربيه بانه رئيس جمعيه الملكيه باوروبا. لا كذوب، انا هو مصوب واحد البطاقه فيها تصويرته وما فيها لا كاشي لا والو، بمعنى ذاك الشيء كل شيء كذوب وهذا ادعاءات كاذبه، ودير واحد الطلب اللي يدفعوا اي واحد في سيبر هو اللي تيدلي به، تيسحب الناس مكلخه. راه المغاربه هادو اجرك على الله، تيلفك دابا، ومن المتابعات ديالو هو انتحاله الصفه. لان سولوه انت تدعي بانك رئيس جمعيه الملكيه باوروبا، اعطينا ما يفيد. ما عندوش، راه تابع بها في اطار انتحال الصفه. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.